حيث هو الحدث كما يجب أن يكون. أيها المستمعون عبر الأثير FM، أرحب بحضراتكم من جديد مع انطلاقاتي وتحدياتي سن الكبار وسن المتعة والتخطيط والتكتيك، انطلاقتي على بركة الله الشوط العاشر الذي يحمل في طياته الثنايا القعدان المهجنات الأصايل، وهنالك 8 كيلومترات بالانتظار، والسيارة والجوائز النقدية القيمة للمراكز الأمامية مقدمة الشوط والصدارة. أتابع أول التحديات، انطلاقتي ووصول في هذه اللحظات في هذه الأثناء، والاندفاع على أول التحديات من قبل شاهين سالم بن علي بن راشد الغيلاني، ينطلق في هذه اللحظات على أول الأسماء والمركز الثاني. وتابع في هذه اللحظات انطلاقة مقاتل تسلل مع ثاني المراكز هنا بشعار غلام بن موسى بن أحمد البلوشي، بينما ثالث التحديات وتابع غزيلان على المركز الثالث، هنا بدأ ينطلق بشعار بودواس حسين بن علي بن مانع العجمي، بدأوا ينطلقون أبناء الكويت مقدمين لنا غزيلان على ثالث التحديات، بينما رابعا وتابع الوصول وانطلاق العديد حمد بن سالم بن مبخوت بن حمد الحنيتم، يقدم لنا العديد في هذه اللحظات على مستوى رابع التحديات وخامسها. نعم في هذه اللحظات وتابع الوصول وتابع القدوم، وصلم غامر وصل شعار الصوات، وصل شعار ظبيان راعي السيارة في الشوط الماضي، والسلامات التي غادرت إلى الطايف إلى عروس المصايف. أتابع في هذه اللحظات أتابع الانطلاق أتابع الوصول في هذه الأثناء، هنا في هذه اللحظات أتابع انطلاقتي ووصول في هذه الأثناء من شاهين حمد بن بيات بن حمد المنصوري في هذه الأثناء. وتابع الأسماء وتابع الانطلاق، وصل في هذه اللحظات المنطلق في هذه الأثناء، وتابع العريق وعبد المحسن بن مبارك بن راشد الشهواني بدأ بالانطلاق في هذه اللحظات، وتابع ثامنا وصل مثير ليثير الأمور في هذه اللحظات بشعار خالد بن سعيد بن فيد آل زايد الهاجري، وصل مثير ليثير الأمور مع أحد الشعارات المثيرة. يا سلام يا سلام، وصل الهاجري ووصل بهديبان، وتابع شعار بن عويضان وصل في هذه اللحظات ليقدم لنا الهزاز حمد بن محمد بن سهيل العامري، أحد الأسماء الكبيرة أحد الشعارات الخطيرة، بينما عاشرا أتابع المنطلق وختاما للنداء الأول وصل شاهين هنا بشعار عتيق بن عبيد بن حارب الرميثي. هذه العشر الأسماء المتواجدة على مقدمة الشوط المنطلقة على أول المراكز. أعود من جديد إلى مقدمة الشوط أتابع الأمور هناك على المقدمة وعلى الصدارة في رحلة البحث عن الناموس، في رحلة البحث عن المجد التليد. من هنا وفي هذا اليوم وفي هذا الصباح الكبير من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة وفي ختامي الختاميات مقدمة الشوط صدارة
إدارة الشوط. شاهين على المقدمة، سالم بن علي بن راشد الغيلاني على المقدمة، يقدم لنا شاهين على صدارة الشوط. 4 كيلومترات انتصفت المسافة، انتصفت المسافة وباقي ما وضحت لنا كل الحقيقة. بينما ثانيا في هذه اللحظات، وتابع في هذه اللحظات غزيلان حسين بن علي بن مانع العجمي في هذه اللحظات. هنالك انطلاقتي شعار غزيلان حسين بن علي بن مانع العجمي. بينما ثالثا أتابع الوصول، أتابع الانطلاق من مقاتل غلام بن موسى بن أحمد البلوشي. وصل ثالثا في هذه اللحظات. بدأنا من الاقتراب إلى جسر العبور، أتابع رابع التحديات، أتابع رابع الأسماء. وصلت الشعارات ووصلت الأسماء في هذه اللحظات. أتابع المنطلق، وصل هنا في هذه الأثناء الغزال سيف بن حمد بن صالح الظاهري، ووصل هنا في هذه الأثناء وصل مياس لينطلق في هذه اللحظات. أو شعار بن عويضان، نعم وصل بن عويضان. يا هو اسم كبير، يا هو ماضي كبير. ينطلق بن عويضان يتسلل إلى رابع المراكز مقدما لنا الهزاز، الهزاز يا الهزاز حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري. خامسا وتابع وصول الغزال سيف بن حمد بن صالح الظاهري، ظهر الظاهري في هذه الأثناء. بينما وتابع سادسا وصل في هذه اللحظة، بدأ بالانطلاق شاهين حمد بن بيات بن حمد المنصوري، ووصل الأبيض، الأبيض وصل في هذه اللحظات. سليمان بن سعيد بن سالم الوهيبي، وصل الشعار الممثل الدائم للسلطنة. بدأ بالانطلاق ووصل معه أيضا شعار الممثل الدائم للمملكة العربية السعودية. وصل شعار الهاجري ليقدم لنا مثير. أتابع يلي بتابع، أجاوز يلي بتجاوز. جاوز شلال عبد الله بن سالم بن صالح الجربوعي المري، وصل وابناء قطر ليمثلهم راعي شلال. خير تمثيل. ولكن أعود من جديد إلى مقدمة ولكن أعود من جديد إلى مقدمة الشوط، إلى صدارة الشوط. يا سلام يا سلام، أتابع الشعارات المنطلقة. شاهين على المقدمة. أعود إلى شاهين، أعود إلى مقدمة الشوط لأتابع شاهين. شاهين اللي قام راس وما زال محافظا على هذا الأداء الكبير. سالم بن علي بن راشد الغيلاني على المقدمة، ومع بداية المنعطف الأخير، المنعطف الكبير، منعطف الناموس، منعطف السيارة يا الغيلاني، منعطف الزعفران. ولكن ياهو منظر، ياهو منظر. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، وصل في هذه اللحظات. وصل شلال يا شلال من النواميس، وعلامة الجودة تكسو راسه عبد الله بن سالم بن صالح الجربوعي. وصل بن عويضان، وصل بن عويضان. يا سلام يا الهزاز، الهزاز وبن عويضان الأبيض من
من الجانب الآخر انطلق الوهيبي، انطلق وأبناء برزمان مع الأبيض، ولكن الكيلو متر الأخير، والغيلاني على المقدمة والغيلاني على الصدارة. يا سلامي على شاهين وسلالة شاهين وسلالة شاهين، سالم بن علي بن راشد الغيلاني وصل شلال شلال يا شلال، وصل وابناء قطر ليقدم تقدم هنا الجربوعي مع شلال، ولكن الغيلاني 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 مع شاهين شاهين، سالم بن علي بن راشد الغيلاني مع الخمسمائة متر الأخيرة، خمسمائة الناموس والموتر يا الغيلاني، وصل شلال 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 شلال، ووصل بن بيات وصل بن بيات، ولكن خلاص الغيلاني الغيلاني مع الناموس، الغيلاني مع الفوز، سالم بن علي بن راشد الغيلاني مع شاهين. تهانينا تهانينا تهانينا، إن لم يكن لهذه الأسماء هنالك موقف آخر بن بيات، ولكن سلام يا السلطنة، سلام سلام يا سلام يا هاني الفلي، سلام على هذا الفوز، وسالم بن علي بن راشد الغيلاني تهانينا. والناموس المركز الثاني وصل هنالك الشعار الأبيض، سليمان بن سعيد بن سالم الوهيبي، وثالثا إذا ذلك التحديات وصل شلال عبد الله بن سالم صالح الجربوعي، وثالثا وصل في هذه اللحظات شاهين حمد بن بيات بن حمد المنصوري، ورابعا هذا الرابع وصل في هذه اللحظات مثير بشعار خالد بن سعيد بن فيد آل زايد الهاجري، وخامسا وصل شاهين على خامس التحديات بشعار سليمان بن سعيد بن سالم الوهيبي. إذا تهانينا والناموس هنا للغيلاني على فوز شاهين بأول المراكز والسيارة، سالم بن علي بن راشد الغيلاني، والتوقيت الزمني 12 دقيقة 57 ثانية ستة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس والف مبروك. بينما ثاني التحديات وصل شلال إذن على ثاني التحديات هنا منطلقا بشعار عبد الله بن سالم بن صالح الجربوعي المري، والتوقيت الزمني 12 دقيقة 58 ثانية تسعة أجزاء من الثانية. بينما ثالثا كان هنالك الوصول من شعار بن بيات، ومن قدم لنا شاهين بهذا المستوى حمد بن بيات بن حمد المنصوري، والتوقيت الزمني 12 دقيقة 59 ثانية وجزءا واحدا يتيما من الثانية. تهانينا والناموس وألف مبروك لجميع الفائزين.